دريسيا. السلام عليكم. عليكم السلام لله، مرحبا بك معنا. الله يحفظك، الله يجازيك بخير. لكن ممكن دكتور معطوك؟ لا لا لا، شنو السؤال اللي عندك؟ السؤال ديالي بغيت فواحد الاستشارة ديال واحد الأخ ديالي تحال على التقاعد من شهر 6. فين خدام؟ في القطاع الخاص. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة الله يجازيك بخير عن الجميع، الله يحفظك. بارك الله فيك، أمين يا ربي. كان في الوظيفة العمومية، كان في البلدية. كان في الوظيفة العمومية واخا، وتحال على التقاعد. ها عنده 40 عام هو خدام. إيه. وتحال على التقاعد شهر 6. إيه. 2022. إيه. لحد الساعة باقي ما توصلش حتى بشي من التحقات ديالو. وراسلهم؟ راسلنا ومشينا حتى المكتب ديال التقاعد الأسبوع الفايت للرباط. ها واش كيقول لكم؟ قالوا لنا راه كان معطل، كان مع شي، علاش؟ قال لك راه كان مع شي ملفات ديال 2015 2017 2019، يعني هذا هو اللي كان معطل. شوية قلبونا، قالك تسناو بلاتي، وقالك صافي راه جانا من وزارة المالية. قلت له الله يجازيك بخير، الأخ ديالي راه في واحد الحالة زرت لها، راه جالسين بجوع ولادو، هو مرض، وهذا راه مهم واحد الحالة، الله يخليكم إلا كان ممكن تستعجلوا شوية بالميل. قالك واخا سيري وصافلي. اليوم فاش اتصلت جاوباتني السيدة في السونتر دابيت، قالت لك هاد الميل فرا درتوه شكاية وراه باقي في الدراسة الشكاية. قلت لها حنا راه قالت الميل ما خاصو حتى شي حاجة، كان لا لا غير قولي لباك يلبس شي قوي ميجا وشي سروال مقطع ياك، ويخرج للشارع ويمد يديه. والله ما عندوش الوجه باش يسعى، ما راه دايزة فيه. قول له يغمض عينيه، قول له حيت الإدارة، حيت الإدارة العمومية بغاتو يسعى، بغاتو يمد يديه. 40 عام هو خدام، ملي خدا التقاعد وغادي يجلس يرتاح مع راسو يتصنت على عظامه ويشوف الضغط اللي عنده، القلب اللي عنده، السكر اللي عنده، المصيبه اللي كتبقى فيه من بعد 60 عام 40 عام ديال الخدمه. فعوت اللي غادي يتصرف له في الشهر الموالي للتقاعد ديالو الاجر ديالو اللي كيحفظ له كرامته، خليه يبقى يتسكع بين ولادو، هذا يعطيه شويه وهذا يعطيه شويه، وعاود يمد يديه للجيران وشي واحد يبقى يسلفه، واحد يغمض عينيه عليه، واحد ملي يشوفه كيسالو فلوس يدرق وجهه حيت غادي خصو يعطيه فلوس وما عطاهش فلوسه. هذه هي الاهانه اللي تنقلبوا احنا عن المواطنين المغاربه. نعم نعم استاذ، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولده كبير عنده واحد ريبورتور دابا حاليا راه مرض الناس، مرته دارت واحد العمليه والله. صيفطي لنا صيفطي لنا الرساله، الله يكثر خيرك بهذه المعلومات الكامله. واخا حنا غادي نعاونوك ان شاء الله ونهزوا هذا الملف هذا بيدينا ونعيطوا له. عطاك عطاني نفس الواتساب عبر الفاكس. لا حول ولا قوه. 0522 23 88 55، نعاود نذكر 05 22 23 88 55. كتبي ايضا التليفون ديال الاخ ديالك المعني بالامر. اذا نواصلوا مباشره، غنمشيو لمراكش معنا ياسين. كيفاش جاتك عاديه نوصلوا مباشره هذاك الشيء؟ ما عنديش ما نقول دكتور بدون تعليق. السيد فعلا تيعاني 6 شهور او 5 شهور وكيتسنى، ما مقبولاش نهائيا. هذا راه ملف شائك وحساس جدا، وهذا راه تيحيلنا على الوضعيه ديال التقاعد ديالنا في بلادنا. والله ما عارفين غادي ندير شنو. واش اغلب الموظفين هكذا كيتسناو هاد الاشهر كامله؟ لا لا، كان اغلب الموظفين هكاك، راه حنا كنسمعوا هاد المشاكل، حنا ما عمرنا سمعنا هاد المشاكل. يعني الحمد لله كيتصرف لهم الاجر ديالهم سواء القطاع الخاص ولا القطاع العام، هذا غيكون غير شي استثناء، ولكن هادشي راه كيخلع. هاد الاستثناء ما خصوش يكون، حيت راه الانسان كيكون تقاعد راه يكفيه. بعد راه الانسان المتقاعد بغدا خصو يتحال، قبل ما يتحال على التقاعد خصو يتحال بعد على الطبيب النفساني. راه ملي الراجل ملي كياخذ التقاعد راه تيحماق. ايه علاش تيحماق دكتور؟ تيحماق بمعنى الاسري، يعني تترجع عنده واحد الحساسيه، كيرجع تيحس براسو بحال رجع غير زايد في الدار، كيبدا يدابز مع كل شيء، الا هضرتي معاه كتجي الهضره في جنبه، فهمتي؟ كيسحابو صافي، ما بقاش عنده داك الكلمه، ما بقاش عنده الوزن في الدار، صافي تحال على التقاعد، ما بقى يسوى حتى شي حاجه. انت خصو واحد المرافقه ديال طبيب نفسي ولا اخصائي في سيكولوجيه الانسان باش يبقى داك الثقه في نفسه، وحتى العائله خصهم يكونوا واعيين بهذا الشيء. هذا ملي قلت انا كيحماق يعني بين قوسين، يعني هذا الشيء اللي كتقول للمراه عليه. لا لا، راجلي حماق يا اختي، يا اختي ملي كياخذوا التقاعد كيحماقوا. ايه والله الا تيحماقوا يا اختي، هذه هي الهضره ديال العيالات. تقول لك راه خصها التربيه. واش الراجل المصباح هو عاطي حياته كلها
باش يوفر للدار والمسؤوليه. وفي تلمي ياخذ تقاعد تقول لك يا اختي واحد الراجل والله الا حماق، تقول الاخرى والله الا اختي كيحماق وكلشي ديالي انا، عرفتي داكشي كيرجعوا سبحان الله. اذا راه خصو مرافقه ديال الطبيب نفسي باش يكون هو مرتاح ويفهم ويقتنع بانه جا واحد الوقت باش غادي يرتاح، وملي كيرتاح ما تيعنيش على انه ما بقاش مهم، بالعكس راه كيرجع شحنه ديال الخبره ديال التجربه، يمكن له يفيد وليداته، يمكن له يفيد وليدات وليداته، يمكن له يدير الرياضه، يمكن له يقرا كتبها، يمكن له ينوض يقرا. ربما الفراغ دكتور اللي كيعيشوا على بالمتعه. لا 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 ما عنده علاقه بالفراغ، ما عندوش علاقه. كاين الناس اللي كيكون كيديروا لهم البواتهم كيديروا لهم الحمام عندهم الفلوس، ولكن كيزيد التقاعد كيديروا له الحمام وكيقولوا يلاه سير تحكم، ها انت السطر الحضر السطر الخضر السطر الابيض السطر الصفر، وجلس غير باب الحمام، الحمام ديالو تيقولوا خو انت الاحمر خو انت الصفر انت خذ الاحمر باش يحكم. لكن ماشي هذا هو الحل، الحل هي المرافقه النفسيه باش يحس براسو بانه راه عادي ما نقصات حتى شي حاجه، ويمكن له يستمر الحياه ديالو مرحله في حياته. مرحله ماشي سهله، يعني خصنا نعترفوا بها. راه نفس الشيء بالنسبه للمراه اللي كتجيها سين طمات، يعني بالفرنسيه كاين بزاف ما كيقولوهاش، ما كيبغيش يقولوا لها الياس، لان ما كاينش هناك هذيك الفرنسيه، حنا ما كنهضروش بالفرنسيه العربيه مع التحفظ. المصطلح بالعربيه الياس فعلا مصطلح ماشي في محله. لا لا قلنا لا عبد الرحيم برافو عليك تبارك الله عليك، راه قلنا سميتها الطمث نشوفوها بالعربيه. حتى هي تخصها المراه مرافقه، حتى هي كتحس براسها بين واش بقى صافي ما بقاش، واش هذا الراجل ما بقاش باغيها، واش ما بقاش تصلح حتى لشي حاجه، شنو هاد كتحس حتى هي هكا وكتا ترجع حساسه بزاف، ولا هضر معاها الراجل كيتحس براسو صافي حيت ما بقاش يبغيها، راه ما بقاش يبغيها صافي ما بقاش تصلح لشي حاجه، فهمتي ما بقاش. اذن هذا الشيء هذا كله، ولكن ايننا نحن من هذا؟ حنا دابا كندبزوا اليوم مع السكر ومع المازوت ومع ليسونس ومع الزيت ومع الطحين، دونك حنا مشغولين في الزيت وفي الطحين. هذا الشيء هذا خضره دكتور المواد الاساسيه كامله وخلاص.